شكرا محمد زهران، واستكمالا بقى لكلامك عشان نتعرف على الانشطه والفعاليات اللي بتحصل باستمرار طبعا من خلال التطبيق اللي اطلقته الشركه المتحده خاص بمهرجان العالمين الجديده، كمان من خلال شاشه سي بي سي، كمان من صفحه مهرجان العالمين الجديده، بنرصد بقى بشكل مستمر كل الفعاليات وكل الانشطه اللي ممكن تحصل. وطبعا انا بتكلم تحديدا عن الفعاليات الرياضيه، عايز اقول لحضراتكم من النهارده مسابقه واحد على واحد اللي هتقام على الملعب الخماسي، تشوف بقى مين احرف واحد ومين اسرع واحد علشان تحصل منافسات جميله ما بين الجماهير المشتركين في مهرجان العالمين الجديده في الفعاليات الرياضيه. وطبعا المسابقات ديت بتتكرر كل يوم تقريبا او كل اسبوع، فبيتم الاعلان عنها باستمرار، طبعا بيقدر الجمهور ان هو يشارك فيها من خلال موقع وشركه تذكرتي. كمان عايز اقول لحضراتكم انه الجمهور في الفعاليات الرياضيه ممكن يشارك كمشجعين وطبعا بيحجز مكانه من خلال شركه تذكرتي، او يشارك كمتسابق داخل المسابقات وداخل الفعاليات اللي بتحصل، او يشارك بقى في البطولات لو هو رياضي محترف سواء بيلعب في انديه او بيلعب في منتخبات او غيره. كمان عايز اقول لحضراتكم ان الاسبوع اللي جاي في بقى بطولة هامة جدا مازال الاشتراك ليها مفتوح لغاية دلوقتي، هي بطولة دوري أبطال الساحل لكرة القدم للسيدات، وده طبعا دعم من مهرجان العالمين الجديدة لكرة القدم النسائية. تستطيع كل فرق السيدات اللي بيحبوا الكورة وعندهم هواية لعب كرة القدم ان هم يقدموا من خلال موقع شركة تذكرتي ويحجزوا في هذه البطولة اللي هتقام هنا ان شاء الله الأسبوع القادم على الملعب الخماسي داخل المنطقة الترفيهية. وطبعا بتستمر بقى الفعاليات الرياضية المجانية زي ألعاب البر موتور والالعاب المائيه والالعاب الناريه اللي بيقدر يستمتع بيها كل جمهور وزوار مهرجان العالمين الجديده، بنرصد ده لحضراتكم من خلال شاشه سي بي سي، وكمان تقدروا تحجزوا ده من خلال موقع شركه تذكرتي او من خلال منافس شركه تذكرتي اللي موجوده في القاهره والاسكندريه وداخل مدينه العالمين الجديده. خلينا ننتقل لزميلنا عمرو موسى يطلعنا على رسالته الختاميه.